أما بعد، أيها المصلون، أيها الأخيار، أيها الأطهار، إن قمة من المؤمنين أدخلت إلى السجون ظلما وقهرا، ومرت عليهم سنين عجافا من الحيف والظلم، عانوا خلالها الويلات. 10 سنين وهم داخل حفر منسية، لهم أبناء كما لكم، ولهم آباء كما لكم، وكذلك لهم أمهات. مرت عليهم هذه السنين وهم من سجن سري إلى آخر علني، عذبوا وأهينوا، سلبت منهم حقوقهم، سب وخلف بأبشع الألفاظ من قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قتل منهم من قتل، وتوفي منهم من توفي، وليس موت الشيخ الأمين ببعيد عنكم ولا بخاف. هذه بعض معاناة الرجال، فما بالكم أيها المصلون إن علمتم أن هناك نساء خلف القضبان والسلاسين المعتمة يعانين ما يعانيه الرجال، بل وأكثر، رمين في غياهب السجون مع ذئاب بشرية لا تعرف اتق الله ولا تعرف الرحمة ولا تعرف الحلال من الحرام. فأين استوصوا بالنساء خيرا؟ وأين رفقا بالقوارير؟ فأين كرامتنا؟ وأين شهامتنا؟ فأين كرامتنا؟ وأين شهامتنا؟ وأين ديننا؟ وأين نقوتنا؟ فلنقل للظالم كف عن ظلمك بصوت واحد. أينك يا خير أمة؟ أينك يا خير أمة أخرجت للناس؟ اسمعوا بعض أسمائهم ومن أسماء الأسيرات: فتيحة طاهر حسني، 10 شهور في معتقل سري مع ابن لها يبلغ من السنين 10 آنذاك. حسناء مساعد، 2 سنين داخل السجن وكانت حامل. ضحى أبو ثابت، 6 سنوات وهي الآن داخل سجن طنجة. فوزية أزكار التي قالت بعظمة لسانها في أحد بياناتها أنه تم اختطافي ثم أجلسوني في السيارة، فجلس شخص عن يميني وآخر عن شمالي كان يلمسان وجهي وجسدي بطريقة استفزازية. ثم قالت: عندما وصلت إلى معتقل سري بدأوا بنزع ملابسي بدعوى التفتيش. أمة الإسلام، أمة العزة والكرامة، خير أمة أخرجت للناس، أمة كالجسد الواحد إن اشتكوا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إن جرح عضو داواه آخر، وإن جاع عضو أطعمه آخر، وإن كشف عضو ستره آخر، فكيف لنا السكوت والأحرار إذا نسوا عرضهم؟ هذا حال نسائنا قبل رجالنا. يا ويحنا، لقد نام الرجال من أجفونهم وأكلوا من أبطونهم، وأخواتنا ملئت أحشاؤهن كمدا، ونزع حجابهن قهرا، ومرغ حياؤهن أرضا. ظلام حولهن، قيود وسلاسل، ذئاب تنهش، سياط توزق، حيل بينهن وبين أبنائهن فلا يعلمن حالهن. بمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ونحن في اللجنة المشتركة نطالب فك الأسرى والأسيرات ليعودوا إلى أهاليهم، ونحن متأكدين من براءتهم وأن ظلمهم بائن لا شية فيه. ها نحن هؤلاء، هذه دعوتنا. فلا تسمعوا من الإعلام العميل أننا إرهابيون وأننا قتلة وأننا وفي كثير من المصطلحات. فهذه دعوتنا. فلتشهدوا أيها الناس. فلا يزايد علينا أحد. وأقول قولي هذا. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فك أسرانا. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم افرض عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم إنهم جياع فأطعهم، وإنهم عراة فأكسهم. اللهم ثبتهم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.